أهلا بحضراتكم معانا وموضوع جديد في مصر جميلة، ومصر إن شاء الله تفضل جميلة وقوية بأهلها وجيشها وكل قيادتها وكل أهلها الطيبين، وربنا سبحانه وتعالى أراد بيها كده وذكرها في القرآن الكريم كده، فعشان كده هتفضل إن شاء الله محفوظة بحفظ الله. اطمئنوا، لازم كلنا نطمن، بس برضو لازم كلنا نعمل كل اللي علينا، ومع التعب والتخطيط والعمل المستمر ربنا ما بيضيعش حد، ما بيضيعش تعب حد ابدا. وبنشوف ده من خلال ما صدر اليوم من يعني قرارات بعد تعب طويل ومجهود كبير من القياده السياسيه. بنشوف ان النهارده بيصدر قرار مجلس الامن، ومصر ترحب بقرار مجلس الامن بشان الوضع الانساني في قطاع غزه وتطالب بتنفيذ احكامه. حيث رحبت جمهوريه مصر العربيه في بيان صادر عن وزارة الخارجية بقرار مجلس الأمن رقم 2712 المعني بالتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، باعتباره خطوة أولى وهامة نحو تحقيق هدف الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار. حيث أكدت مصر على ضرورة تنفيذ ما يتضمنه القرار من مطالبة بإقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة لعدد كاف من الأيام لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء القطاع، وضرورة التوقف عن سياسة حرمان السكان من الخدمات الأساسية واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بتوفير الحماية للمدنيين لا سيما النساء والأطفال وكذا العاملين في المجالين الطبي والإنساني. وشددت مصر على ضرورة اطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته في ضمان التنفيذ الفوري والدقيق لأحكام هذا القرار، حفاظا على مصداقية مجلس الأمن وأعضائه في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين واحترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. افتتاح بعد ذلك نتكلم عن الافتتاحات التي حدثت في الموقف الحالي، ولكن علينا أن ندرك أن ما حدث هو يعتبر فقرة فاصلة، لأن النهاردة ما مجلس الأمن يصدر منه قرار بهذا الشأن فهو يعتبر بمثابة تقدم وتطور إيجابي للناحية الإيقاف ما يحدث من عنف وما يحدث من تعدي من الدول من إسرائيل على قطاع غزة. هذا عدوان، ومجلس الأمن بيأمر بالقرار 2712 بوقف هذا التعدي وإعطاء هدنة للسماح بدخول الغذاء ودخول الوقود ودخول الإمدادات الإنسانية والإغاثية. ومصر رحبت بهذا القرار، وبنجد ونستشعر مصر ودورها والدبلوماسية المصرية القوية. بقول لحضراتكم الموضوع بيحتاج إلى جهد طويل ومكثف وعمل دؤوب حتى تكون هناك نتائج إيجابية نكون مقبلين نحوها. عندنا بعد ذلك خبر آخر بيتكلم عن افتتاح معرض رمسيس وذهب الفراعنة رسميا بمتحف استراليا بمدينة سيدني. بنجد هذا الحدث في استراليا بيدل على أن التواجد المصري بالقوى الناعمة وأيضا التراث الإنساني والآثار متواجد في هذه القارة، وعلى أنغام موسيقى أغاني كوكب الشرق وسيدة الغناء العربي أم كلثوم وأنغام موسيقى الشرق لأشهر المغنيين المصريين في جبل الرواد. افتتح رسميا متحف استراليا بمدينة سيدني معرض رمسيس وذهب الفراعنة، وذلك استعدادا لفتح أبواب الاستقبال الزائري من الجمهور غدا السبت الموافق 18 نوفمبر الجاري، حيث شهد مراسم الافتتاح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وجون جرهان وزير الفنون والموسيقى والسياحة والأعمال باستراليا، كذلك دكتور كيم ماكاي مدير متحف استراليا والسفير محمد خيري القنصل العام لمصر بمدينة سيدني، وأكثر من 500 مدعو حضروا هذا الوفد والوفد المشارك معه في وزارة السياحة من كبار الشخصيات العامة والحكومية وأعضاء مجلس الأمناء والمتحف وعدد من علماء الآثار المتخصصين باستراليا وعميد الجالية المصرية في استراليا، بالإضافة إلى عدد من المؤثرين والمدونين المشاهير من رجال الفن والموسيقى باستراليا. لمزيد من التفاصيل عن المعرض وأهميته في الدعاية السياحية ينضم إلينا عبر الهاتف، وإلى أن يأتي الهاتف سوف نتحدث عن الخبر الثالث وهو تحت شعار 100 مليون صحة.
100 مليون صحة زي ما حضراتكم متابعين على الشاشة كان من دقائق بيتكلموا عن فرص لفحص 624 ألف طالب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس الابتدائية. 100 مليون صحة، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 624,397 طالبا بمختلف مدارس الجمهورية ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن الأمراض الأنيميا والسمنة والتقدم لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ انطلاقها العام الدراسي الحالي 5 نوفمبر 2023 وحتى اليوم. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين والمقيمين على أرض مصر، مشيرا أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية الحالية بجميع محافظات الجمهورية. يأتي بعد ذلك موضوع بقى نتحدث عن الانتخابات ونشوف بعد كده ما هيكون معنا مداخلات تليفونية فيما بعد، لكن الأول هنتكلم عن هذا الخبر، حيث أن المحررون من المشاركة في حيث أن المحرومون اللي هم الناس بعض الشخصيات هيكون طبقا للقانون، يعني المسألة بيحكمها قانون، من يحق له التصويت ذلك ينطبق عليه قانون، من لا يحق له التصويت أو يحرم برضه بالقانون، كل حاجة ماشية بقانون الحقيقة. فمين بقى المحرومون من المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 بالقانون؟ حدد القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم الحقوق السياسية للممنوعين من المشاركة في العملية للتصويت في انتخابات بشكل مؤقت وشكل نهائي من لهم حق في الإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 أنه يحق لكل مصري أو مصرية بلغوا 18 عاما أن يشاركوا في الحقوق السياسية متى كانت، ومنها الاستفتاءات أو الانتخابات، انتخاب رئيس الجمهورية أو انتخاب مجلس النواب أو المجالس المحلية. اتصال هاتفي معنا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ عماد، إزاي حضرتك؟ أهلا بيك. معنا أعزائي المشاهدين الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، بنرحب بحضرتك معنا يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. وحضرتك طبعا عضو مجلس النواب، احنا يعني سعداء بهذه المداخلة اللي هتدينا تنور لنا كثير من الأمور ونستضح ونستوفي الاستضاح من حضرتك حول ما تحدثت عن المشاركة في الانتخابات ودور المواطنين في الحقوق السياسية والوضع الإقليمي. طبعا حضرتك يعني في رجل لك باع سياسي طويل كعضو في مجلس الشيوخ وايضا رئيس تحرير جريده الشروق، لك باع سياسي كبير، وهذا الباع السياسي هيخلي حضرتك توضح لنا وتبسط الامر من فضل حضرتك عن طبيعه المشاركه ودور المواطن المصري في حمايه الحقوق والمكتسبات السياسيه. اولا السلام عليكم ورحمه الله، تحياتي لك ولكل الساده المشاهدين. وعليكم السلام. يعني المشاركه الانتخابيه، المشاركه في الانتخابات واجب وطني على كل مواطن، هي دليل على حيويه المجتمع السياسي. تمام. كلما زاد نسبه المشاركه كلما زاد قوه ومناعه المجتمع، وكلما كان قادرا على تحدي الاولويات بدقه، وكلما كان الصوت الانتخابي قيمة وأهمية، والدولة أيضا مزيد من القوة في محيطها الإقليمي، وبنسمع وبنقرأ كثير أن الدولة دي حصل فيها مشاركة بنسبة كذا. هنا أنا لا أتحدث عن من ستعطي صوتك، المهم أن يذهب المواطنون إلى الديان ويشاركوا بقوة، لأنه هذا هو الواجب الأساسي. هناك برامج وهناك أربع مرشحين رسميين، يذهب كل منا إلى اللجان ويختار من يشاء، المهم أن تكون نسبة المشاركة كبيرة. طيب حضرتك بتقول نسبة المشاركة بتكون مهمة جدا، بتدي دلالة وانعكاس، اللي بيشوف ده وبيتابع ده سواء من المراقبين دوليين أو الخارج أو الإعلام كله، أصبحنا إحنا في قرية واحدة، كل الناس بتشوف إيه اللي بيحصل في آخر أنحاء الدنيا، بتشوف ما يحدث مثلا في مصر أو في غيرها أو أي دولة فيها انتخابات رئاسية، أي دولة فيها انتخابات رئاسية. أما لو عدد كبير من المواطنين بيتزاحموا ويتوافدوا على الانتخابات ويشاركوا، ما دلالة ما يحدث؟ الدلالة السياسية والدلالة ده بيعكس دلالة شكلها إيه؟ نفسر ده.
الدليل ببساطة إن في حياة سياسية قوية، إن في قوة سياسية وأحزاب قوية، إنه في رأي عام قوي. أيوة. يعني باختصار شديد بيعمل لك هيبة وقوة عالمية. تمام. لكن أهم من كل ده إن أيوة. المواطن حينما يذهب إلى لجنة الانتخاب ويصوت لأي مرشح، هو هنا بيحافظ على حقوقه. وبعض علماء السياسة بيقول المواطن الذي لا يذهب إلى لجنة الانتخاب أو التصويت أو مشاركة الانتخابية لا يحق له أن يشكو من أي مشاكل بعد ذلك، لأنه كان في إمكاني على سبيل المثال لنظر مثلا بالانتخابات النيابية. عندما تذهب وتختار يعني شخص جيد و إيجابي يعني يمثل المواطنين تمثيل جيد ويحل مشاكلهم ويقيم مشروعات، فأنت تعظم من دورك كمواطن وتستفيد مصلحته على العديد في البداية، والعكس صحيح. وبالتالي كلما كانت نسبة المشاركة كبيرة كلما كان ذلك منعكسا على الحياة السياسية، على التنمية، على التقدم، على ما يسمى جودة السياسة، إن احنا عندنا حياة سياسية جيدة. ممتاز ممتاز. أنا بشكر حضرتك شكر جزيل. أشكرك يا أخي. شكرا لحضرتك يا فندم. الحقيقة يعني شايفين زي ما حضرتك وسمعنا رأي من يعني سياسي واضح إن هذه المشاركة بتعكس مدى التماسك، الجبهة الداخلية متماسكة، الجبهة الداخلية عندها إيه؟ نوع من أنواع الحرص والمشاركة، حريصين إن هم ينزلوا يقولوا رأيهم، معنى كده إن الناس دي معنيين بالأمر، مهتمين بالأمر، معنى كده إن الناس دي عندها وعي ثقافي، وعي سياسي لأهمية المشاركة، أهمية الإدلاء بصوته ورا بلده، عاوز يشارك وحاسس إن صوته فارق وصوته فاعل وصوته مهم. معنى كده ان في حراك سياسي وفي ناس في اهتمام كبير في الشارع حول ما يحدث من الموضوعات السياسيه، ما بالك بقى حاجه سياسيه او حاجه دوليه، الكل سيصطف خلف بلده. لو حصل حاجه هتلاقي الكل بينزل في الشارع ما يطلب منه او يطالب ان هو يعمل تفويض او طالب ينزل في حاجه او يطالب يشارك في حاجه او يعبر عن رايه، سواء بالتأييد في حاجة أو حصل حاجة فيها على المستوى الدولي أو مستوى كده رافضها، العالم كله هيحس أن هذا شعب واعي، هذا شعب مثقف، هذا شعب قادر أنه يوصل صوته يقول على حاجة أو يقول على حاجة لا، شعب واعي عنده تنوير. بعد كده هننتقل لمشاهدي الكرام لموضوع من الموضوعات المهمة عندنا. هيبقى في فقرات لو حضرتك هتتابعوا معانا إن شاء الله، دلوقتي في فقرتين معانا، فقرة عن الخط العربي والفنون والحلي والأزياء، وبعد كده هنتكلم عن يعني بطل الشطرنج على مستوى العالم ماركو فادي، وهنشوف موضوع أهمية هذه اللعبة في التفكير والتخطيط، وعايزين شبابنا الصغير يكون عنده قدرة على التركيز والتخطيط، مهمة جدا حتى لو كان هذا اللاعب بيشتغل في موضوعات بقى سياسية، موضوعات فيها فكر، موضوعات بيرسم استراتيجي بيخطط، هيكون عنده الخلفية الكويسة، يكون عقله كأنه عقل مدرب لهذا الأمر. هنتابع مع حضراتكم بعد الفاصل مشاهدي الكرام فقرتنا الأولى اللي هتكون عن خط عربي وفنون الحلي والأزياء، تابعونا مشاهدي الكرام. مرة تانية بنرحب بحضراتكم وبنتكلم عن موضوع من الموضوعات اللي يعني يمكن الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه اتكلم عنها، إنها مفاتح الرزق اللي هي حسن الخط، الخط العربي المظبوط. وكنا بنشوف كمان في الجداريات حتى في غزة أبنائنا الصغيرين بيكتبوا خطوطهم حلوة، بيكتبوا يعني فلسطين حرة ويكتبوا حاجات جميلة ويكتبوا بالخط العربي. الخط العربي الحقيقة مميز وفي تميز عن أي لغة في العالم في أساليب الخط وأساليب الكتابة، حاجة الحقيقة بتبقى مدهشة ومبهرة وجميلة جدا وفنون رائعة، وبنشوفها في الخطاطين، في ناس اللي بتكتب القرآن الكريم، في ناس بتكتب آيات من الذكر الحكيم، وأساليب الخطوط الكثيرة، أساليب كثيرة وكلها مبهرة وفيها جمال وتريح العين والنفس. فمعنا النهاردة الأستاذ أحمد الشافعي، بنرحب بحضرتك معنا. أهلا أستاذ. سعداء بلقاء حضرتك في تخصصك في الخط العربي. بحيك يعني تكلمنا بداية عن نوعية المسابقات والشغل اللي بيتعمل، ولو عايزين أبنائنا يتعلموا نعلمهم إزاي، كذا حاجة عايزين الحقيقة نتكلم فيها مع حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الخط العربي يعني هو وعاء اللغة العربية ووعاء القرآن. يعني أنا بقول دايما أن القرآن الألف سنة اللي فاتوا دول قبل وجود التسجيلات كان الحافظ للقرآن الخط العربي، يعني لو لم يكن هناك خط عربي لما انتقل إلينا المصحف الشريف. فالخط العربي يعني كان يحمل دور عظيم جدا في نقل العلوم.
وكان اكيد يعني ما فيش حد هيكتب يعني الازهر مثلا او كل المؤلفات وامهات الكتب القديمه انتقلت الينا في الايه في بالخط العربي. بالنسبه لحضرتك ان فكره المسابقات وفكره تعليم الخط العربي للاولاد، انا كانت تجربتي في فتره الابتدائي كان ما فيش مدرس خط عربي والمرحله الثانوي، فلو المدارس عموما خاصه او حكوميه بقى فيها مدرس فعلي للخط العربي هنحترم هنعدي يعني ايه هنخدم الفن ده وهنستفاد منه، لان هو فن فيه انتاج يعني في ثمره بتعود علينا. لو انا بقالي مثلا 30 سنه بمارس مجال الخط العربي وده ما ايه ده اللي بيعيشني يعني انا مكسبي هل هو خبره ام هل هو موهبه ام هل هو تدريب وتمرين؟ هو كل اللي حضرتك قلت عليه. الموهبه بتبدا اولا يعني الموهبه عامله زي فكره الارهاصات يعني انا دلوقتي مثلا مش عارف ان هبقى خطاط، بس تلاحظ ان انا امسك القلم احاول اكتب، امسك فرشه الون واكتب حاجات عريضه. انا شخصيا كنت بطلع الاداه اللي جوه قلم الفلوماستر اكتب بيها. يعني ده في الابتدائي عملت الفكره دي، يعني فتحت قلم الفلوماستر ضعت الجسم الداخلي ده اللي هي فيها زي السفنجه. أيوه. وكتبت بها ايه يعني كان عندي فكرة ان انا عايز ابقى خطاط او عايز اكتب خط كبير. ففكرة الموهبة دي هي البداية، ثم يأتي التعليم. وطبعا اكيد لو في حد بينتقل المواهب يعلمها ابنائنا لو عايزين نعلمهم الخط العربي اول حاجة يعني سن قد ايه يبتدي مثلا؟ والله اكيد من اول التعليم، يعني اذا الطالب شاف في اولى ابتدائي استاذ اللغة العربية بيكتب بخط كويس هيبقى هو خطه كويس. فدي شيء مهمة جدا يعني. ولذلك انا كنت في دار علوم كان فيها سيكشن خط عربي، ما كانتش متسابة كده هذا ان انت بتبقى مدرس لغة عربية بس، لا يبقى عندك خط عربي، قواعد واصول الخط العربي. وكان بيدرس فيها سيد ابراهيم، ده اعظم خطاط في القرن الماضي. فالاهتمام بان المدرس العربي يا اما يدرس خط عربي وياخد فيه كورس او يتعلمه كويس، يا اما يبقى فيه مدرس خط عربي في عموما في كل الاماكن اللي فيها تعليم ابتدائي او اعدادي. طيب حد هيشوفني دلوقتي وانا بتكلم مع حضرتك يقول احنا بنتكلم عن خط عربي، والان في اصبح الكمبيوتر. صحيح. وممكن اقول له اكتب لي بخط مثلا الرقعه، خط النسخ، خط طبعا. فرح طبعا. بحب قوي خط الفرح. صحيح. في بعض مودرن لطيف، في خطوط كده لطيفه ما شاء الله. فاجي جاي ايه انا كتبت المقاله او مليتها للقعده على الكمبيوتر طبعا. لو سمحت اكتب لي المقاله من اللي هي ملي مقاله او بعتها له على اقول له اعمل لي دي بخط النسخ الرقعه، اعمل لي بخط. ليه هنتعب نفسنا بينما دي ممكن تتعمل كده بالكمبيوتر؟ الخط للامير كمال وللفقير مال. الله. يعني لو حضرتك تخيلنا ان ملك من ملوك الدنيا يجود الخط وملك اخر لا يجود الخط، الملك ده هيباهي الملك ده. صح. يقول له انا افضل منك بكتب خط عربي. صحيح. فهو القيمه مش ان الشيء يتعمل، القيمه ان الانسان. وبعدين المخطوطات اليدويه ما زال بقت قليله، هي النقطه. دلوقتي كله بيكتب بالكمبيوتر، انا بكتب مثلا لحد بكتب له مخاطبه بالكمبيوتر يقول لك ابعت لي ايميل، ابعت لي كمبيوتر، ابعت لي كده. اصبحت كده فين الجواب؟ فهل هل 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 ده اثر على الخط؟ اثر. كان قبل كده في السبعينات الثمانينات كان كل الناس بتكتب كله بالمفيش منشطات وتلفزيون وكل حاجه، كان كله حتى عندنا 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 هنا في التلفزيون اللي هو في السيكتور خاص بالخط، الخط. صحيح. وخطاط. أيوه. وكان يكتب في التتر كده الخطوط فلان خطوط. وفي الافلام العربي التتر بتاع الفيلم الامضاءات دايما كانت موجوده في التترات. وهو ده استاذنا اكيد ده قيمه اقل، يعني يكون ان الانسان يعني انا كان يعني ببساطه لو افترضنا ان الانسان تكرمه امتى؟ ان انسان يشيله ولا عربيه تشيله مثلا يعني في سياره يحمل على عناق. اشيل عن عاتقك واقر حزانك في جزئيه واجاوب عنك، هي ممكن تبقى ايه الهاند ميد يعني. في حاجه معموله مصنع ولا عايزه هاند ميد؟ ما زال الهاند ميد ليه قيمه. ايوه ما زال الاجانب بيحترموا الهاند ميد. اجاوب ايوه ما هي انا كنت هقول لحضرتك ساعات في اول الكلام، لكن احنا في معنى اعلى كمان اللي حضرتك بتقول عليه، فكره يعني الانسان كمال الانسان في ان هو يجيد فن زي ده، وده فن عربي اصيل. أيوة. يعني حضرتك لسه. أيوة. كنت بتقول احنا انا في دار العلوم كان عندنا مقارنه بين صفحه اللغه العربيه وصفحه الاجنبي. صفحه اللغه العربيه عباره عن صفحه فيها كلمات متصله
كلمات كذا نوع، والاتصال ده حقيقي مش في الانجليزي التشبيه ده مصطنع. مفيش التنوع في الخطوط في اللغات، مفيش حاجه اسمها تنوع، ومفيش مونوجرام بقى، ومفيش تكوين، ومفيش لوحه خطيه. يعني الاجانب ما زالوا بيشتروا لوحات خط عربي وبيتعاملوا معاها انها ارابيسك بغض النظر ايه المكتوب، وبتعلق هذه اللوحات الخط العربي. طيب انا شايف على الشاشه يعني مخرجتنا جايبه لنا حاجات لطيفه جدا عن ايه بقى الخطوط وحاجات، وفي يعني الحلي والزخارف، وفي حاجه جميله زي اللي بشوف لوحه فنيه. صحيح. انا شايف الناس بتستمتع بالالوان. بص حضرتك هي اللي على الشاشه واضحه، الحي القيوم وحاجات دي المشكله دي موجوده في المتحف. وانا وده خط انا بحب اكتب النوعيه دي من الخط. اسمه ايه الخط ده؟ ده الخط الحي القيوم، ده الفارسي او الناس تعليق. والمشكله مكتوبه بخط الطمار زي اللي حضرتك في شارع المعز. ايوه المشكله دي نحاس، هي في حجم صغير كده يعني. ايوه دي لوحة كانت حروفيات. يعني لما الخط العربي بقى فن، بقت مجرد تكتب الحرف ده قيمة للخط العربي. تمام. هنا بدأ الخط العربي يكون زي المطرب. أيوة. يعني نجم الخط العربي بيروح الحفلات يطرب الناس بخطه. يعني ده اللي بيحصل في الصورة ده. أيوة. يعني بدأوا يستدعونا في إيفنتات وفعاليات نكتب للناس أسمائهم بالخط العربي بيستمتعهم، كان بالظبط عمرو دياب شغال مثلا، او كان حد فنان بيقول لك ارسم لي، اديني لوحه، اعمل لي لوحه ليا، ارسم لي فاكتب اسمي او اكتب حاجه كده. انا حضرتك بقى لي فتره بروح فعاليات كاني مطرب بالظبط، او كان حد جاي يعني يمتع الناس تلبي الخط العربي، تلبي احتياج المشاهد او المستمع، تقول له انا يعني عايز كذا تعمل له الحاجه. انا حضرتك بتكتب اسم حضرتك بتشوفه بتنبهر بتسعد بقى. فهو ده بدا الخط العربي يدخل المكان ده برضه، وده شيء كويس. طب الاجانب بيحبوا الموضوعات اللي هي بقى بيستمتعوا، ما يقول لك اعمل خط كذا وتكتب لهم حاجه او كده. طبعا انا ما اي حد من المصريين اللي عايزين نكتب للاستاذ فلان اسمه بالخط، فمتخيل ان انا اكتب له انجليزي. شايف على الشاشه انا كمان في ده الخاتم ده، كان انا كنت كاتب انا هويت للاستاذه العظيمه الرائعه عزه فهمي، فانا كتبت انا هويت، هي عملت الخاتم على نفس الشكل الخط الديواني. الله حضرتك الالف فيها دوران، هي عملت الخاتم والصوره دي بنفس الخط العربي. على فكره انا بشتغل معاها وبتشرف، ومن اعظم الشخصيات في التاريخ في نظري، شخصيه عظيمه وبنت نفسها وحققت حاجه عظيمه جدا. يعني انا مبهور بشخصيتها، واستفدت استفدت خطا منها، يعني رغم انها ما بتكتبش يعني، بس هي صاحب رائده الفكره دي اصلا. يعني هي كانت بتشغله في المنطقه بتاع الحسين، فكانت بتشوف الكتابات تزين الايه المساجد، فاستخدمت الفكره ديت في الحلي. يعني الخط العربي له. طيب كم من الوقت يستغرق عشان لو عايز اعلم ابني مثلا، عايز اعلمه خط، يستغرق كم وقت؟ والله لو سمع، لو الناس كلها سمعت المقوله ديت هيتحسن خطهم في في في, في معلومه فقط. احنا بالظبط بنعمل ايه، انا عندي رقعه وعندي نسخ. ايوه. بدمج الاثنين فبيطلع حاجه وحشه. فلازم اخلي رقعه فقط او اخلي نسخ فقط. هاي. اذا انا قلت لاي طالب، شكرا للكلمه لكن هي فعلا ده الواقع، انا قلت لاي طالب انت خد بالك قلد حروف، احفظ الحروف ديت واكتبها فقط، انسى النسخ. مشكلتنا احنا بنتعلم في اولى ابتدائي مثلا نسخ، ندخل على رابعه مثلا بالرقعه، فداخلينهم خلطينهم في بعض، فبنعمل جريمه. بشكل شيء مش مريح للعين. لكن لو خدت حاجه واحده هتبقى زي الموسيقى، ما بقاش نشاز داخل في بعض. جميل. عامل لحنين مع بعض. ايوه الكلاسيك بقى كلاسيك والمودرن مودرن مثلا. ما ينفعش، يبقى لازم خلي اول معلومه ديت تحسن الخط بنسبه 90%. انا هستعملها المعلومه دي. يعني انا محتاج المفردات الرقعه استخدمها وانسى النسخ خلاص. تمام. يا اما استمر على النسخ. لكن هو بيبقى شايل معاه كام حرف جميل من النسخ، بيقوم داخل على الرقعه بهم، فالالف الرقعه مثلا طولها ثلاث نقاط والف النسخ خمسه، فمش ماشيين مع بعض. تمام. فبقى الحرف في التراب. تمام. اشكرك على المعلومه القيمه، ودي هختم بيها على فكره عشان خاطر الناس ما تنساهاش. طبعا يعني طبعا. خلي تكتب، يا تكتب نسخ بس يا رقعه بس، وركز في شكل الحروف والرسم بتاعها، ايه خطك هيتحسن في جلسه واحده. محتاج بقى تراجع تكتب، تدور على النت على خط الرقعه بس، او تشتري كتاب للخط وهو يعكف عليه. تمام. اشكرك، شكر جزيل لحضرتك. شكرا جزيلا مشاهدي الكرام. كده يعني الموضوع اللي اتكلمنا عنه موضوع مهم، انا عايز كل واحد يهتم بابنائه. يا جماعه ولادكم خلوهم في عينيكم، اهتموا بيهم، اهتموا بيعمل ايه، بيعمل ايه على النت. كمان اما تشغله بحاجه كويسه ابنك هيبقى مهم. ليه بقى؟ الامام علي رضي الله عنه وارضاه قال ايه، نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فانت ابنك اما كنتش تشغله بالحق وتشغله بحاجه مفيده، هتلاقي على النت تشغل بحاجات تانية مش كويسه. فعشان ما يبقاش عنده حاجات وقت الحاجات المش كويسه، خليه يركز، انت اشغله بحاجات لطيفه يعملها.